سلام، فيك مع ميز. ان شاء الله تكونوا كامل ملاح. لا فيديو تاع اليوم راح تكون ريجيم الحوامل، ومشي غير ريجيم برك، بزاف مواضيع بغيت نتكلم فيها ونتائج تاعها بعد الحمل. فريمون كاين بزاف ناس ديزيسبيار ونعرفهم، الحمل خلالهم دي تراس في الكور تاعهم اللي ما قدروش يتعايشوا معها الان، سي باسكو ما قبل ما داوش كنقولوا احنا احتياطاتهم اثناء الحمل. دونك بغيت نهضر على بزاف مواضيع تهم هذه الفئه، وبالنسبه للمواضيعات غدوه ان شاء الله نحط لهم فيديو. كنت وعدتكم الحوامل والمرضعات، قلت لكم بعد لو ريجيم دو ستار نتوما الاولى نبدا بكم، باسكو نورمالمون انا قلت لهم تحسبوا الحريرات تاعكم وتضبطوا تطبيق الحساب في الثبات. بصح هما قال لك لا ديري لنا ريجيم محدد لينا، كل يوم واش ناكلو فيه. دونك قلت نلبي لهم الطلب تاعهم. كملوا معايا للاخير باش تعرفوا واش كاين. دونك المراه في مده الحمل ولا المراه الحامل يجب ان تهتم اكثر بالتغذيه والحركه من اجل ضمان صحه وسلامه الجنين، ومن المهم ان يكون الغذاء تاعها متوازن ومتنوع مع المحافظه على نشاط مستمر للحفاظ على شقتها واسترجاع صحتها بعد الولاده بسرعه. نشاط الحركي يقدر يكون المشي كل يوم لمده 30 دقيقه في اليوم، او السباحه مفيده لظهر الحامل خاصه ولصحتها بصفه عامه. دونك الحوامل ما يهملوش لو كوتي تاع الحركه. كاين فان حاجه واحده اخرى اثناء الحمل، البنات كاين بزاف بنات يتشكاو من بعد الحمل من علامات التمدد والتشققات في البطن اللي تكون كيما يوصفوها هما بالبشاعه، باسكو انا نقول هذاك ثمن حصولك على الحمد لله اولاد. كاين ربي ما رزقهمش تقول لك خلي الجسم تاعي كامل يتشقق في ليسونسيال يكون عندي ولد ولا بنت، محرومين من الاولاد. دونك الحمد لله انا هاد الناس اللي زعما مأثره فيهم هذه نقولها النمر اجمل حاجه فيه هما التشققات، الرسوم هذوك الخطوط اللي فيه وتميزوا. دونك انت يا قولي الحمد لله ربي رزقني بدريه، باسكو الدريه رزق ماشي كامل ربي كاتب لهم تكون عندهم دريه، مي دروك كي طفرت سي بون حاولي تنقصي بينهم. كاين دي كريم كاين دو توت فاسون هما كي يروح هذيك الاحمرار ما تبداوش يبانو بزاف، مي يخلوك شغل ترهلات. انا البنات اللي معاهم حوامل واللي مازال ما ولا مازال ما راح يتزوجوا ولا، ننصحهم اثناء مده الحمل يديروا في البطن تاعهم يدهنوا بزيت الزيتون ولا زيت اللوز ولا اي كريم تكون فيها زيت ولا اي زيت يكون طبيعي باش يديتو علامات التمدد. ولازم من قبل من اول يوم تعرفي روحك باللي راكي حامل لازم تبداي هذا الشيء اللي نقول لك عليه، حيت كم بعد تولي في 7 و 8 صايي سي بون طفرت، ما تقوليش نعم نبدا هذا من سي بون مي معليش ديري. ما من لي سمانات عندهم وزن زائد يا ريت يرطبوا لابو تاعهم باش كي ينقصوا ما يبداش عندهم تشققات، باسكو ماشي غير الحوامل اللي يصراو لهم هذا، يصرا لهم هذا المشكل. بون دهنوا لابو تاعكم مليح بور ايفيتي التشققات، وحاولوا ما يكونش عندكم وزن زائد. مشي معناتها كي انت يا حامل تاكلي قد زوج، خطا، كلي قدك قد انسان واحد فرق. على هذا نقول لك تبعي حريرات الثبات، ما ديريش ريجيم مي حريرات الثبات. بالنسبه كنت هدرت لكم ثانيك على ريجيم لتحديد جنس الجنين، ان شاء الله على المستقبل القريب نحط لكم كامل مليون، نقول لكم كيفاش تقدروا ديروا ذكر وانثى. انا ما ندخلش في سؤال حربي سبحانه بيان سور، هذا رزق من عند ربي وهذا الشيء مكتوب قبل خلق، قبل ما نخلقه قبل ما نجول الدنيا الجنين ربي سبحانه داير له شكون والديه شكون كيفاش خلق انت او ذكر وقتاش يعيش وقتاش يموت ورزقه وكذا وكذا.
نحن يا نتسبه وندعو ربي، اللي عندها اولاد حبه تجيب بنت، واللي عندها بنات حبه تجيب ولد. الدعاء يغير القدر. وثانيك نتسبه، بو احنا ناخذه بالاسباب كما قلنا، والباقي على ربي سبحانه. كاين واحد الابحاث بريطانيه وجدت بلي 59% من النساء اللي يتناولوا الحبوب كل يوم، باغ اكزومبل الخبز الشوفان جوغ، هذو الحبوب في فطور الصباح في الايام القريبه من ايام تلقيح البويضه يجيبوا ذكور. و43% من النساء اللي ياكلوا قليل من الحبوب ولا ما ياكلوش كامل الحبوب صباح يجيبوا بنات. هذه الابحاث. وكاين ثان لو ريجيم تاع الدكتور فرانسوا بابا اللي دار ريجيم تاع تحديد الجنين ذكر او انثى، ان شاء الله نهضر عليه في القريب العاجل. الى حبيتوا لكم انتريسي خلوا لي تعليقاتكم اسفل الفيديو. كاين واحد الفكره واحد اخرى ثانيك ماماش حنا نهضر مع عليها على المباشر، باسكو انا هشامه بزاف بزاف. دونك اللي راهي حابه تعرفها تخلي لي تعليق تحت وانا نجاوبها. متعلقه بالاباضه، بالنسبه لرجيم الحوامل حاجه طبيعيه ولا بالاحرى لازم اكتساب وزن ولا زياده الوزن اثناء الحمل تتراوح ما بين 9 حتى 12 كيلو، رغم انه هذا الامر لا يمكن تحديده بل يختلف من مرأة الى اخرى، لكن هذا ما قاله الخبراء. الى كنت تستناي في توام تقدري تزيدي 3 ولا 4 كيلو زياده على المرأة الحامل، معناتها قادر تحدي حتى ل 15 ولا 16 كيلو وزن زائد على وزنك اللي كنتي عليه قبل الحمل. وافضل ريجيم كما قالوا الاختصاصيين ولا المختصين في هذا عالم التغذيه وعالم الجينيكولوجي، قالوا بلي ريجيم ميديتيرانيا هو الريجيم الاحسن للمراه الحامل. لو ريجيم ميديتيرانيا اللي مش عارف واش هو، هو ريجيم سكان اللي دايرين بالبحر الابيض المتوسط. وقالت هذه الابحاث البريطانيه انه اتباع هذه الحميه اثناء الحمل تحمي الجنين من الحساسيات، وهي هذه الحميه متكونه اساسا من السمك والخضر والفواكه وزيت الزيتون. رجيم الحوامل اللي راح نحطوكم اليوم مستوحى من رجيم ميديتيرانيا ولا سكان البحر الابيض المتوسط. وراح نخليكم درت لكم صور راح نخليهم لكم في اخر الفيديو. وراح نهضر كذلك على في 7 ايام هذا اسبوع تقدروا تتبعوه مدى الحياه، حامل ولا ماكش حامل تقدري ديريه، حتى المرضعات يقدروا يديروه. بون باش نهضر على الفيتامين اللي لازم 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 اثناء الحمل، هما فيتامين بي 9 يكون باش تدي فائده منه اكثر لازم يكون في بدايه الحمل. لا بلوبار تاع الجينيكولوج ولا طبيب هذا الحمل الحوامل يمدوه في الاشهر الاولى لاسيد فوليك، وهو مهم جدا للجهاز لتطور ولا نمو الجهاز العصبي تاع الجنين. تقدروا تلقاوه بصفه عامه ولا قوي بكثره في السبانخ في البقوليات كما اللوبيا والعدس والحمص كامل، وكاين فان فلينوا الجوز. وتقدروا تسيبوه بكميه معتدله في الخس لي زوندي بالكرنب البواغو والقرنون اللوبيا الخضراء الجلبانه الرادي لي زاسبرج البيطراف البصل كوابا جو كاين في الطبيعه المايس الفلفله الحمضيات البنان الكيوي الفاكهه الحمراء التمر التين البيض فرماج والخبز، هذو صوالح تلقاوهم فيهم بالاعتدال، معناتها مستحيل ما تكونوش تاكلوه. مي هكاك الطبيب يعطيكم دي كومبليمون اليمونتير عباره عن اسيد فوليك. بون ثاني حاجه اللي هي الكالسيوم، الا كنتو تاكلوا الحوت ولا سردين
والحليب 3 فوا بار جور راح تحصلوا على الكمية الكافية من الكالسيوم بيسكي هي مفيدة لبناء عظام الجنين. كاين لا فيتامين دي تروك راه جاي للربيع وجاي الصيف دونك ما راحش يكون عندكم نقص فقط تعرضوا براحتكم ورجليكم للشمس لمدة 15 دقيقة على الأقل راح تحصلوا على الفيتامين دي. والناس اللي تاكل السمك ولا الحوت بكثرة كما كاين في الريجيم ميديتيرانيان راح نحط لكم راح تدوا الكمية الكافية تاع الفيتامين دي. بالنسبة للحديد كاين حتى في البقوليات كاين في اللحوم وكاين في الأسماك. بالنسبة لليود فان كاين في الحوت كاين في الملح عادي اللي نملحو به الطعام الأكل. وهذه هي واش حبيت نهضر الريجيم اللي راح نحط لكم الان تاع الريجيم دو غروساس تاع الحوامل مستوحى من ريجيم ميديتيرانيان كما قلت لكم فيه 3 روبا بار جور وفيه دي كولاسيون راح نخلي لكم لي كولاسيون في اخر الفيديو راح تختاروا وحده من هذه لي كولاسيون وتستعملوا ثلاثة منهم واحدة في نص بعد فطور الصباح واحدة الحشية واحدة الحشية ثاني زوج الحشية واحدة قبل الغداء دونك 3 كولاسيون اي 3 روبا الى جبتو تاكلو لي كولاسيون باسكو لا فام اونسانت كيما قلت لكم ما لازمش تاكل دو فوا بلوس بصح كاين اللي لابيت تلاحظ بلي لابيتي تاعها تزيد الوغ تعاون روحها بهادو لي كولاسيون. وثانيك لا كولاسيون كي تدوها قبل العشاء ما راحش تاكلوا بزاف في العشاء دونك راكم رايحين ترقدوا مليح في الليل. باغ كونت الا ما كليتوش من فطور العشاء راح تجوعوا راح تاكلوا بزاف في الليل وما راحش ترقدوا مليح في الليل. هذه هي دوكا خواتاتي تهلاو في روحكم الى فيديو اخر وراح نخلي لكم دروك الصور تاع لو ريجيم يوميا شحال كاين 7 ايام ومن بعد نحط لكم صوره عبارة عن كيما قلت لكم لي كولاسيون تختاروا وحده من هادو تستعملوا ثلاثه في النهار هكا. الى اللقاء غدوا ان شاء الله نتلاقاو في ريجيم المواضيع. تهلاو في روحكم خواتاتي باي باي تشاو الى فيديو اخر.